في المقطع المقبل عناية الله تتدخل، لولا عناية الله لكانت وقعت فاجعة جديدة. الأجهزة الحكومية لم تقم بدورها الطبيعي، لكن الفارق يتمثل بغيرة العراقيين المعروفة. ناشط يقول هناك فاجعة أخرى كانت ستقع في بحيرة دربندخان، وذلك بعد انقلاب قارب صغير لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة. يواصل الناشط: تم إنقاذ جميع من كانوا على متن القارب، وأغلبهم من النساء ومن أهالي بغداد، تحديدا في السليمانية. تعالوا نتابع وإياكم. يا سلام 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 يا س